مالك؟ انت مخضوض كده ليه؟ ما كنتش عامل حسابك انك هتشوفني تاني صح؟ انت عايز مني ايه يا باشا؟ ولا حاجه يا رز، ولا اي حاجه، بس قلت اطمنك ان رجالتك اللي بعتهم ورايا اتنين منهم هيحصلوك على هنا بعد ما يطلعوا من المستشفى، وواحد فيهم تعيش انت. ما تجيب اخرك يا باشا. اجيب، بس قلت افكرك ان انت اللي بديت. بس انا لا مؤاخذه لسه ما خلصتش يا باشا. صحيح انت فلتت المره دي، لكن الجايات اكتر من رايحات. تفتكر هتفرق يعني؟ والله يا باشا ما جاتش فيك غيرك يا ست. انت قلت لي المحروس ابنك عنده كام سنه دلوقتي؟ هو ده اخرك يا باشا؟ هتشوف اخري يا رزق، هتشوف.